القمر ده يا اختي على جماله وحلاوته بذمتك في مدير طاعم قوي كده؟ انت ما شفتيش بقى دول طايرين بيه في الشركه. اسمع يا واد، خلاص بقى انت بقيت مدير محترم وليك مركزك، مش هتاخد مني فلوس، هتديني فلوس. اه طبعا ست كل، ما تقلقيش، ده انا عنايه ليك. الفيلم ده انا شفته فين قبل كده؟ فيلم ايه يا واد انت؟ انا عايز اسال سؤال يا بابا. دلوقتي بيبرس بقى مدير، انا هطلع ايه؟ انت هتطلع تذاكر. جميل بابا، جميل جدا. انا بتكلم بجد يا بابا، بيبرس بقى مدير، انا ما ينفعش ابقى نائب المدير الصغير؟ ان شاء الله يا حبيبي هشوفك وزير قد الدنيا مش مدير. ماما ما باخدش منك رضاها يا حبيبتي. بس انا ليا راي يا جماعه. ايوه نسمع بقى، نستفاد شويه، كبيره مثقفات العيله هتتكلم. ممنوع منعا باتا السكرتيرات الحلوين، عشان انا عارفه اخويا كويس عينيه زايغه. ظلماني والله العظيم ظلماني، انا عمري عيني ما كانت زايغه ابدا، عيني على طول في الشغل. لا 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 ده جامد قوي يا جماعه، ده متمكن. عارف يا بابا بيبرس بيفكرني كده لما كنت في سنه بنفسي بالظبط، بيبرس جامد مدرسه. اتشطروا انتوا بس وخلصوا دراستكم، وانا هشدكم واحد ورا التاني ان شاء الله في الشركه لغايه ما تمسكوها وتريحوني بقى انا وامكم. عارفه يا ناهد لو الكلام ده حصل مش هخليكي تقعدي في بلد شهر واحد بس، هاخدك وهلففك العالم من اوله لاخره. ما باخدش منك غير كلام، ده انت بقالك سنين موعدني انك هتسفرني باريس. عاجبكم كده؟ مش واحد فيكم ينبهني ولا يقول لي حاجه؟ اديني دبست نفسي اهو. على العموم هانت يا حبيبتي، كلها ان شاء الله اخر السنه الجايه وليلى تخلص دراستها وتستلم شغلها في الشركه، وربنا بقى يقدرنا ابو لسان طويل ده. بس انا يا بابا ماليش في البيزنس ده خالص، انا بتاع التاريخ وبس. وبعدين مين اللي قال لكم ان انا هشتغل بعد الليسانس؟ انا لسه عامل ماجستير ودكتوراه. طلع على ابوها بالصبر.